فيما يخص العوامل الطبيعيه، كاين بزاف ناس يقول لك بلي انا كي تكون الشتاء مثلا، يقول لك بلي انا كي تكون الشتاء ويكون هذاك لو طون كوفير معناتها الحاله مغمومه ومنها يقول لك يجيني اكتئاب. نعم. يقول لك بلي نكون انا ماشي مليح نفسيا. نعم. هل العوامل الطبيعيه تلعب دور كما في ناس تقدر تكتئب؟ نعم. من الحر يعني. نعم. العوامل الطبيعيه هذا يرجع الى البيئه، الى البيئه الذي يعيش فيها الانسان، وترجع ايضا احنا قلنا الاكتئاب هو بمثابه ماذا؟ قلق وصدمه. هذا انسان اللي يكون عنده صدمه، هذه الصدمه او أخذ من الآخرين فإنه تقلد، هناك ما نسميه عملية التقليد. قال مثلا هو في الصغر نتاعه شاف الحال مش مليح وأنا مانيش مليح وكذا، هذه الصدمة يعني كما نقول احنا بسيشيكمون تدخل له في الرأس نتاعه، يصبح يتابعها. نعطيك على سبيل المثال، قال لك من شاب على شيء شاب عليه، على سبيل المثال حاجة بسيطة، الإنسان درك أنت عندك عادات وتقاليد في الأكل، في الأكل نتاع الأسرة، ولذلك مهما بلغ الأمر تتغير من مكان إلى آخر، من بيئة إلى أخرى، ولكن تبقى هذيك الفكرة دائما راسخة في الذهن نتاعك وتحب باش تطبقها، تحب أنت باش تطبقها. هذا يرجع ثاني كذلك، لأن علاش حتى يعني الجانب هنا نوصي خاصة الأسرة الجزائرية، لأن الاكتئاب عنده دور كبير في الوراثة، لأنه مورث. مورث. يعني نعم. يقدر يكون وراثي. يقدر يكون وراثي، والوراثي هذا لابد هنا على الأم حتى يعني كما نقولوا احنا هو النسبة في النساء أكثر من الرجال، الاكتئاب تاع النساء أكثر من الرجال، يعني النسبة يعني خليني أقول أنه النساء هم الأكثر عرضة للاكتئاب من الرجال. نعم نعم، مثلا نشوفوا بعض. وشو هو السبب؟ نعم. سبب؟ السبب لأنها غير مقتنعة بنفسها، مثلا نشوفوا الحامل عندما تلد مولودها ما يكونش معها أسرة وما يكونش معها كذا وتكون عندها تشمئز، هنا تبدأ مرحلة الاكتئاب. تبدأ مرحلة الاكتئاب وتكون ما تهتمش بالرضيع نتاعها، ما تعطيلوش يعني كما نقولوا احنا تقدموا، ما تقوملوش بالنظافة نتاعو، هنا المرأة تشعر لهنا على أساس أنها بدأت مرحلة الاكتئاب، أعراض الاكتئاب، ولهنا عليها أن تذهب إلى طبيب نفساني، لهنا الطب النفسي ثاني كذلك. وللأسف الشديد نقولها يعني المشاهدين الكرام، ما نقارنوش بين الطب النفسي والطب العقلي. احنا الطب النفسي في بعض الأحيان نقولوا إلا المجنون، لا، الطب النفسي يعني بسيكياتري ولا نعم سيكولوجي. نعم، الطب النفسي هو ما يعالج الحياة النفسية، وإحنا قلنا النفس هي لك أنت النفس سليمة الجسم يكون سليم. يعني مش كل من يزور طبيب نفسي مجنون. نعم. ولكن هاجر